والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة الكنيسة بتحتفل بعيد من الأعياد الكبيرة وهو عيد الصليب. وعيد الصليب احنا طبعا احنا في الصوم الكبير، ولكن لما يجي عيد الصليب العيد بيعامل معاملة الأعياد السيدية الكبرى، فما يبقاش فيه صوم انقطاعي. في صوم طبعا لكن ما فيش صوم انقطاعي. الألحان تبقى ألحان فريحي وألحان بتاعت العيد بتاعت عيد الصليب. وعشان كده تلاقوا القرايات ما هيش بقى قرايات الصوم الكبير، ولكن القرايات تبقى قرايات عيد الصليب. الكنيسة بتحتفل بعيد الصليب مرتين، مرة في أول السنة القبطية يعني بعد بدايتها بحاجة بسيطة يوم 17 توت، وبتحتفل النهاردة اللي هو العيد الثاني يوم 10 برمهات. العيد بتاع 17 توت ده عيد ظهور الصليب، خشبة الصليب اللي قامت بالعملية دي أو بالمهمة دي الملكة هيلانا والدة الملك قسطنطين البار، وبحثت عن الصليب في أورشليم ووجدته. بالقصة المشهورة أنها راحت كان موجود تحت يعني كومة مهملة كده هوت، فسألت ولقت واحد شيخ من اليهود عارف المكان وضغطت عليه لحد ما قال المكان. لقوا الثلاث صلبان اللي اتصلب عليه المسيح والصين، فجابوا ميت حطوه على الصليب الأول، الثاني ما قامش. لما حطوه على صليب المسيح قام، وكان ده دليل على أنه ده صليب المسيح. العيد الثاني اللي هو بتاع النهاردة اللي هو يوم 10 برمهات، ده عيد لما الملك هرقل أو الإمبراطور هرقل استرجع الصليب من الفرس بعد ما استولوا عليه في معركتهم مع اليهود في أورشليم، أو لما أخذوه من أورشليم. فالإمبراطور هرقل راح وانتصر على الفرس واسترجع خشبة الصليب. لما نبص على القرايات بتاعت النهاردة، القرايات طبعا كلها بترسم، عايزين نتتبع كده ازاي القرايات بترسم لينا صورة عن الصليب ومفاهيمه ومعانيه. لما نبتدي من مزمور العشية يقول كده المزمور: قد ارتسم علينا نور وجهك يا رب، أعطيت سرورا لقلبي، لأنك أنت وحدك يا رب أسكنتني على الرجاء. هنا إيه علاقة ده بالصليب؟ أولا إنه الصليب هو رجائنا، ودايما نقول في التسبيحة وفي التسبيح بتاعة عيد الصليب إن الصليب هو إيه؟ هو سلاحنا، الصليب هو رجائنا. إحنا الصليب هو الرجاء بتاعنا، لأن إحنا قبل المسيح كان رجاء الناس كانوا بيموتوا، ولكن يموتوا على رجاء إن المسيح هيجي ويطلعهم من الجحيم. وإحنا أيضا بنحيا على رجاء ان احنا نتمتع او بنعيش في حياتنا الارض، نحمل الصليب عشان لينا رجاء ان احنا ننال النصيب في القيامة اللي قامها المسيح بعد ما مات على الصليب. إذن الصليب اولا هو رجاء. وبرضه نحب برضه نعلق على الكلمة الاولانية اللي اتقالت في المزمور دوت لما بيقول قد ارتسم علينا نور وجهك يا رب. ارتسم علينا نور وجهك، الوجه دايما وجه الله يعني حضوره، ويعني ان المسيح جه وظهر امامنا. فبالصليب المسيح اعاد المصالحه ما بيننا وبين ربنا، فبقينا نقدر نشوف وجه الله. بقينا طبعا مش رؤيه العين يعني، ولكن رؤيه روحيه، لانه قبل الصليب وقبل ما المسيح يدفع ثمن الخطيه على الصليب كان في عداوه ما بين الانسان وربنا. انجيل العشيه يقول كده المسيح يقول لليهود في انجيل يوحنا الاصحاح الثامن: فقال لهم يسوع: متى رفعتم ابن الانسان فحينئذ تفهمون اني انا هو. انا هو طبعا ديت معناها انا الكائن، هي ده اللفظ بتاع اسم ربنا في العهد القديم لما كان يقول يهوه. يهوه يعني انا الكائن، انا هو. فالمسيح قال لهم: لما اطلع على الصليب هتعرفوا اني انا هو، اني انا يهوه، ان انا الله المخلص اللي ظهر في الجسد عشان يموت. تقول لي طب يعني هو معقوله يعني ربنا هيتعرف لما يتصلب؟ لا، ربنا ما تعرفش بس لما اتصلب، لكن اتعرف انه بعد ما اتصلب ومات زي الميتين قام بخلاف كل الاموات، قام بسلطان لاهوته، قام
بجسد القيامة قام لعدم الموت علشان يهبنا نحن عدم الموت وعدم الفساد. إذن لما المسيح اترفع على الصليب علشان يورينا انه هو الله المخلص، هو اللي جه علشان يرفع خطايانا. وبعد كده يكمل في نفس الفصل بتاع انجيل العشية يقول: فقال يسوع لليهود الذين امنوا به: انكم ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقه تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. اذا قبلتم الصليب وقبلتم موت المسيح على الصليب فانتم هتتمتعوا بالحرية، حرية مجد أولاد الله. إذا كنا قبل المسيح وقبل ما يجي المسيح ويتصلب ويموت على الصليب ويقوم من بين الأموات كنا مأسورين وكنا مربوطين برباط الخطية، بربطات الخطية، وكنا محكوم علينا بأن احنا نكون مأسورين في الجحيم في قبضة عدو الخير في قبضة إبليس، فبالمسيح وبالصليب بتاعه بقى لينا الحرية، الحرية من الخطية، الحرية كإمكانية يعني ان احنا نعيش حياة مقدسة، بقى لينا الحرية من ان احنا ما نكونش في قبضة عدو الخير ولكن نحيا لله، حرية مجد أولاد الله. وعلشان ننال هذه الحرية لابد ان احنا نثبت في كلام الله ونصير تلاميذ ليه، ولن نكون تلاميذ ليه إلا بأن احنا نحمل الصليب كل يوم، زي ما قال المسيح: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. إذن حمل الصليب، المسيح اتصلب وإحنا نحمل الصليب بفرح. وخلوا بالكم وحيبان الكلام دوت بعد كده إنه الصليب ما هواش، إحنا فكرتنا دايما إن الصليب هو مجرد الألم، ولكن الصليب مش هو مجرد الألم، ده الصليب فرح الحياة مع الله. صحيح ممكن في ضيق من الخارج ولكن في فرح من الداخل، لأن الخارج يفنى أما الداخل فيتجدد يوما فيوم. مزمور باكر يكلمنا عن علامة، لأن الصليب هو علامة نصرة، علامة غلبة، علامة قوة. فيقول: أعطيت الذين يتقونك علامة ليهربوا من وجه القوس لكي ما ينجو أحباؤك، خلصني بيمينك. يبقى ربنا ادى الصليب علامة قوة. عايزين تفهموا الحكاية دي تشوفوا قد ايه انه الصليب يرعب الايه؟ يرعب الشياطين، الصليب يرعب الشيطان. ولو شفنا انسان عليه شيطان مجرد ما يشوف الصليب ينزعج جدا، وكل القديسين اللي كانوا يخرجهم الشياطين كانوا الصليب هو القوة اللي بيها بينتصروا على الشيطان. عشان كده هو علامة نصرة، وعشان كده قال انه أعطيت الذين يتقونك علامة ليهربوا من وجه القوس. انجيل باكر يتكلم عن الصليب يقول ايه؟ يقول: وانا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع. قال هذا مشيرا الى اي ميتة كان مزمعا ان يموت. قال انا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع. المسيح لما يعني امتى هيرتفع عن الارض؟ يرتفع عن الارض لما يتصلب، وبعد ما يتصلب يموت ويقوم ويصعد للسماء. فقال إذا أنا لما أنا أتصلب حرفع الكل، إذا المسيح صليبه كان السبب في أن إحنا نترفع من الأرض للسماء. وعشان كده إذا الإنسان قبل أنه يحمل الصليب مع المسيح بفرح وشكر، ساعتها يتمتع بأنه يكون مش من الأرض ولكن إيه؟ من فوق، زي ما قال المسيح: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. فنبقاش من الأرض ولكن نبقى من فوق إذا تابعنا المسيح اللي ارتفع عن الأرض ليجذب إليه الجميع بأنه يتصلب. قبل الجزء دوت نلاقي برضو القراية بتاعت إنجيل باكر كانت تتكلم إن المسيح بيقول كان بيطلب من الآب، يقول له: مجدني أنت أيها الآب. فسمع صوت من السماء قال: مجدت وأمجد أيضا. فالمسيح قال إن الصوت ده ما كانش عشاني ولكن علشانكم، عشان نعرف إن المسيح المصلوب ده وإن كان منظر الصلب هو منظر فيه ضعف ولكنه في واقعه هو مجد، لأنه الصليب وجهين. ودايما كانوا كتير لما مثلا الأيقونات القديمة كان يبقى ليها وجهين، وجه هو فيه الصليب والوجه الآخر فيه المسيح القائم بين الأموات، زي برضو الأيقونة اللي احنا بنزفها في يوم عيد القيامة وبنعمل بيها دورة القيامة واللي تتحط في الدفنة، هي صورة لها وجهين، وجه المسيح مصلوب والوجه الآخر
الوجه بتاع المسيح القائم بين الأموات، ودول ما ينفصلوش. مفيش صليب من غير قيامة، أو الصليب من غير القيامة ما بقالوش قيمة، ومفيش قيامة دون أن نجتاز بالصليب. عشان كده هنا هو المسيح بيتكلم عن الصليب، قال لهم أنه مجدت، وسمع صوت من الآب يقول مجدت ومجد أيضا، والمسيح قال ليس من أجلي هذا الصوت ولكن من أجلكم. إذن مهم أوي أن احنا نعرف أن الصليب هو طريق المجد، مش مجرد الألم والعذاب والضعف. لما نيجي لقديس بولس الرسول في فصل بولس يقدم لنا الصليب، يقول حاجتين. يقول ان احنا بنكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عصرة ولليونانيين جهالة. يعني ايه عصرة وجهالة؟ اليهود فكرهم ارضي، فالمسيح المخلص اللي هيجي لهم لابد يكون ملك ارضي بالمفهوم اللي هم عارفينه عن ملوك الارض. وعشان كده لما لقوه انسان مضطدع وشافوه داخل أورشليم كمالك راكب على جحش ابن أتان، ولما لقوه بيتصلب ما عرفوش الكلام ده وما فهموهوش ورفضوا المسيح، فصار ليهم عصر. اليونانيين أهل الحكمة فقالوا لا، أنه مش ممكن يكون المسيح ضعيف هكذا، وعشان كده رفضوا ليه الصليب. عشان كده برضو في نفس الفصل يقول فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة. بالنسبة للهالكين هو جهالة، ما يفهموهوش ما يعرفوش، ولكن بالنسبة لنا نحن المخلصين فهي قوة إيه؟ فهي قوة الله. إذن الصليب هو قوة بالنسبة لنا. فصل الكاثوليكون يتكلم أن المسيح تألم تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته. عشان كده الصليب هو طريق إحنا بنتمثل أو سلوك أو حياة إحنا نتشبه فيها بالمسيح. آخر قراية هي القراية الأساسية طبعا، قراية الإنجيل، وفيها اليهود قالوا للمسيح إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا، قل لنا، إحنا متعلقين، ما إحنا مش عارفين أنت المسيح ولا مش هو. وطبعا هم ليه ما كانوا محتارين؟ لأن هم شايفينه بيصنع معجزات، بيخرج شياطين، بيشفي مرضى، بيقيم أموات، كل ده قدامهم، فبيظن أنه هو المسيح. ولكن لما يلاقوه مضطدع وديع، مش بيحقق نجاحات سياسية أو عسكرية أو بيتشبه بملوك الأرض، فمش قادرين يفهموه. دي نقطة مهمة قوي، إنه الإنسان المسيحي إنسان من جوة تلاقيه ممكن يكون فضائل كتير، ولكن من بره يبدو إيه؟ يبدو في ضعف، بعكس مناظر العالم. الإنسان العادي والطبيعي في الناس إنهم يظهروا يعني القوة والمجد والسلطان الخارجي، ولكن في الداخل يكون فيه ضعف. أولاد ربنا ليسوا هكذا. عشان كده اليهود ما كانوش قادرين يفهموا المسيح، وقالوا لي إلى متى تعلق أنفسنا؟ لو أنت قول لنا. وطبعا مش هيفهموه، لأن المسيح مضطدع يحمل الصليب، ولكن مجده كل مجد ابنة الملك من داخل. ربنا يدينا ببركة هذا العيد وبركة الصليب المقدس، إن الصليب يكون بالنسبة لنا حياة نحياها، نحمله كل يوم بفرح، ونتمتع بأمجاده. لإلهنا كل مجد وكرامة دائما أبديا، أمين.